كباب. تعالوا بينا نشوف طريقة الكباب النهارده هنعمله ازاي. عندي كيلو من لحمة الفليتو، ضروري تجيبيها من القطعية دي علشان يستوي معاكي على طول وما ياخدش وقت. هنحتاج للتتبيلة عفوا، هنحتاج للتتبيلة بصلة مبشورة ناعم جدا، معلقتين كبار من الزبادي، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، نص كوباية من الزيت، ومعلقة صغيرة من الزعتر. هنحتاج كمان معلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من البابريكا، وملح وفلفل اسود. دي مقادير تتبيلة اللحمة معانا النهاردة. علشان نقدم الكباب النهاردة هنقدمه مع بطاطس، هنحتاج بطاطس محمرة، وكمان هنحتاج صوص، هنعمله صوص زبادي، هيتعمل من كوبايتين من الزبادي، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ربع كوباية عصير ليمون، ونص كوباية من ورق الكزبرة الخضراء. دي مقاديرنا النهاردة، ويلا بينا علشان نشتغل. تعالوا بينا يلا الأول نتبل اللحمة بتاعتنا. وزي ما قلنا القطعية النهاردة معانا من عرق الفليتو، دي أكتر قطعة في اللحمة بتستوي من الهواء، بتستوي على طول، علشان كده حتى لو هنشوي على الفحم فدي أفضل حتة ممكن نشويها، خصوصا من اللحمة العجالي. بسم الله. هناخد بقى مقادير التتبيله بتاعتنا كلها، نخلطها مع بعض كويس جدا. زي ما قلنا عندنا بصلاية مفرومة أو مبشورة بشر ناعم جدا، هنزلها. بسم الله. أنا عشان هعمل النهاردة على النار فمفيش مشكلة أن أنا أحط التفل بتاع البصل، اما لو هنشوي على الفحم فيفضل ان انا اعصر البصل كويس جدا، اخد الميه واسيب التفل. هحط كمان الزيت ومعلقتين كبار من الزبادي، ودي الصويا صوص، عصير الليمون، والبهارات بتاعتنا معلقة صغيرة من البابريكا، وادي كمان الكباب الصيني، الزعتر، واكيد ملح وفلفل. محتاجين ملح يا جماعة. طبعا ملح على حسب كمية اللحمة اللي معانا، وادي الفلفل الاسود. حلو جدا. هقلب بقى المكونات دي، نقلبها بالمعلقة، هنقلبها كويس قوي مع بعض. تمام، لون التتبيلة حلو قوي، وريحتها كمان طالعة هايلة جدا. هتبل اللحمه، وهتبل شرايح اللحمه اللي احنا مقطعينها شرايح رفيعه بالظبط كاني هعمل شاورما. بصوا تقطيع بالشكل ده. تمام، واحط اللحمه في التتبيله، ويفضل ان انا اسيبها في التتبيله يعني ليله كامله، هتدينا طعم احلى كتير. لو مفيش وقت يبقى ساعتين على الاقل. ادي اللحمه، وهقلبها كويس جدا في التتبيله. يلا بينا هنخلي كل قطع اللحمة تتغطى بالتتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها، ونسيبها نغطيها ونسيبها ساعتين في التلاجة، ده اقل وقت ممكن اسيبها فيه. لو من بالليل هتديني نتيجة حلوة قوي بالشكل ده. تمام، وبعد ما اسيبها الساعتين هعمل ايه؟ هبتدي احط طاسة على النار تسخن كويس جدا، هحط فيها نقطتين زيت بس مش هكتر، بما ان انا حاطه في التتبيله كمان زيت. بسم الله. والطاسه بتاعتي تسخن كويس جدا جدا قبل ما اضيف قطع اللحمه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
هنحاول ما نقلبش كتير، كل فتره والتانيه كده ندي تقليبه. وزي ما اتفقنا يفضل ان اللحمه تقعد في التتبيله فتره علشان تشرب من طعم التتبيله ويبقى طعمها احلى وكمان تستوي معانا اسرع. تقليبة كده من وقت للتاني، وعلى ما اللحمة تاخد تشويحة تمام تعالوا بينا نعمل صوص الزبادي. اعذروني البرد عامل عمايله. نجيب بولة وعندنا زي ما قلنا كوبايتين من الزبادي، ومعانا كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم وربع كوباية من عصير الليمون علشان نعمل بيهم صوص الزبادي اللي هنقدمه مع الكباب. وتعالوا بينا يلا نعمل صوص الزبادي. زي ما قلنا هناخد الزبادي اللي هم عبارة عن كوبايتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة سهلة وسريعة وتقدمها حلوة قوي وهتعجبكم جدا ان شاء الله، طعمها كمان لذيذ جدا. هنحط الثوم، وادي عصير الليمون، وهجيب الملح والفلفل. والفلفل الاسود. وهبتدي اقلب الصوص ده مع بعضه. تمام. نخلطه كويس جدا مع بعضه. عشان الزبادي كده يفك والمكونات تمتزج كويس جدا. بس كده كده الصوص معانا جاهز. وتعالوا نبص بصه على اللحمه. لحمه شغاله. بسم الله. هنقلب. الريحه حلوه قوي قوي زي ما شفتوا كده، تتبيله حلوه جدا. طيب انا لو هشويه على الفحم طبعا محتاجة ان انا اعمله مكعبات، هعملها مكعبات صغيرة يعني 2 سنتي في 2 سنتي، ونفس التتبيلة بالظبط فيما عدا ان احنا هناخد المية بس بتاعت البصل، اما تفل البصل هنستغنى عنه تماما. لو بعمل كفتة هضيفه على الكفتة. يبقى لو انا هشوي على الفحم، لان اي تفل معانا سواء تفل طماطم او تفل البصل بيتحرق مننا لما بنكون هنشوي على الفحم. فلو هنشوي على الفحم نفس المقادير بنفس التتبيلة، بس هنستغنى عن تفل البصل وهناخد بس العصارة بتاعته أو المية بتاعته، ونقلب اللحمة اللي هي تبقى مكعبات بقى علشان نقدر نشكها في الأسياخ ونحطها على الأسياخ ونشويها. نفس قطعية اللحمة لأنها برضو بتستوي بسرعة جدا وبتبقى لذيذة جدا جدا. تمام. ادي اللحمة بتاعتنا بدأت كلها خلاص تاخد الشكل وكأنها استوت. هسيبها لما تنشف ميتها دي خالص. تمام. دي تقليبه كده للحمه. بسم الله. حلو قوي. خلاص قربت تنشف ميتها تماما وهتتقدم بقى. هتتقدم معانا النهارده على بطاطس متقطعه رفيع بالشكل ده ومتحمره. البطاطس كمان اليومين دول حلوه جدا جدا في السوق. في نوعيه بتبقى لونها احمر خالص من بره، مش اللي بنقطه حمراء، هي كلها بتبقى لونها احمر. دي بتبقى حلوه جدا في البطاطس المحمره والشيبسي. وان شاء الله هنعمل حلقه عن الموضوع ده. وندي تقليبه للحمه علشان خلاص بدات تنشف، لو سبتها ممكن تلزق مننا وتشيط من تحت. فكل شويه كده ندي بقى ايه تقليبه نطمن ان هي مش لازقه ولا اي حاجه. وتعالوا بينا بقى نجهز التقديم. هبدا احط البطاطس في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق حلو جدا، ينفع يتقدم مع رز بسمتي مبهر، ينفع يتقدم مع اي نوع مكرونة بتحبيه. وطريقة جديدة لعمايل اللحمة لطيفة جدا، وكمان تقديمها يفتح النفس بصراحة. يبقى حطينا البطاطس كده. تمام. واخد من الصوص اللي احنا عاملينه اللي هو صوص الزبادي.
هنجيب صوصيره بقى نحط فيها بقيه الصوص عشان اللي حابب يزود. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. بصوا اللحمه بقت عامله ازاي، ابتدت كمان تحمر، سامعين صوتها؟ ابتدت خلاص نشفت، بدات تحمر كمان كده. حلو قوي قوي، هي استوت والدنيا بقت تمام التمام. هنرفعها من النار ويلا علشان نقدمها.